السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لنتدبر قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحقهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيا أيها الإخوة الكرام، مما يجب على والدي تجاه والديه أن يخاطبهما بالقول اللين والكلام اللطيف، ولا يرفع صوته عليهما، ولا يخاطبهما بالعبارة الحادة والكلمة النبي يمكن إلى هذا مني إن وجدتم مني أخطأ. فاستبقوا الخيرات. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.